هل سؤال آخر من زبيدة، هل يعالج هوس نتف الشعر بدون دواء، فقط علاج سلوكي معرفي؟ والله أختي زبيدة، هي تعتمد على الشدة، على شدة الحالة. إذا كانت الحالة شديدة جدا مال هوس نتف الشعر، بحيث أنه يعني الحاجب مالته طاير، أو يعني هنالك يعني نقاط يعني كبيرة من الشعر مالته قد انتهت بسبب هاي الحالة، فبالتأكيد هاي حالة شديدة. هاي يعني ما أعتقد تستجيب فقط للعلاج السلوكي المعرفي أو العلاج النفسي، لازم تحطين وياها أدوية. تمام؟ فالإجابة على سؤالك أختي العزيزة زبيدة، هي تعتمد على شدة الحالة. إذا كانت هذه الحالة بسيطة، ممكن أنه تستجيب للعلاج النفسي فقط، لكن إذا كانت الحالة شديدة، لازم أدوية مع علاج نفسي. سؤال آخر، دكتور، منذ 5 شهور أصبح عندي أفكار شاذة، أصبحت أشك من نفسي أني لست رجل وأني شاذ، وأن ملامحي تشبه الأنثى، علما أني لست كذلك، لكن عقلي أي حركة تأتيني أفكار شاذة، حتى إذا أردت أن آكل مثلا جزر عقلي يتخيل شيء آخر، أصبحت أتمنى الموت، عمري 29 سنة. شكرا أخي العزيز، وآسف والله على سماع هذا الشيء. والله أخي العزيز، هذه الأفكار هي أفكار شائعة، وهي أيضا جزء من اضطرابات الوسواس القهري. تمام؟ يعني إحنا لما نفكر بالوسواس القهري، قد نفكر بالأشخاص اللي يغسلون إيدهم هواي لأنه هم خايفين من التلوث، أو الأشخاص اللي دائما يعني يشيكون أنه الأبواب مغلقة أو مقفلة، أو أنه طفوا النار مال الطباخ أو إلى آخره. هذا هو مرض الوسواس القهري اللي إحنا نعرفه. لكن هنالك أنواع من الوسواس القهري أنه يصير بها هذا الشيء، أفكار شاذة، أفكار تجي على الشخص وما يقدر، وطبعا هاي أفكار هي مزعجة وما يقدر يتجنب التفكير بها. فالأفكار اللي أنت تمر بها أخي العزيز، هي تعتبر من الوساوس اللي ممكن علاجها إن شاء الله، يعني مو مشكلة إن شاء الله. فأنت أعطيت مثال على أنه تجي لك أفكار أنه أنت شاذ، أنه أنت شاذ جنسيا إلى آخره. أنا شفت مرضى يصير عندهم وساوس أنه يريدون يقتلون أطفالهم. تمام؟ أو يشوفون صور مالهم يقتلون أطفالهم، يا ساتر. مثلا لما يشوف سكينة بالمطبخ يفكر بقتل ابنه. طبعا هذا الأب أو الأم هم مستحيل راح يقتلون أبنائهم. تمام؟ لكن هي هاي نوع من أنواع الوساوس اللي تجي للشخص. تمام؟ فهذه الأعراض اللي أنت عندك هي جزء من الوساوس، وإن شاء الله تتعالج. أهم شيء أنه تشوف طبيب بإذن الله، ممكن أنه يقيم الحالة، ممكن أنه يبدي لك بعض العلاجات اللي تقلل من الأفكار الوسواسية هاي اللي تجي لك، وبعدين ممكن أنه تسوي بعض العلاج النفسي أيضا إذا كان متوفر عندكم، وبإذن الله راح تتحسن كثيراً.